اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه مستمرين معاكم في احتفالاتنا وسعادتنا بكريسماس وراس السنه على شبكه تلفزيون النهار. ولسه بابا نويل بيوزع هدايا، والهديه اللي انا وعدت حضراتكم بيها في المقدمه هديه اعتقد هتستمتعوا بيها جدا. هي هديه شابه جدا وعصريه جدا وطلبيه جدا، كلمتكم عنها شويه انا في المقدمه. هي مجموعه من الطاقات ومن الشباب اجتمعوا مع بعض تحت عنوان اوركسترا الحياه. والحقيقه احنا في دورنا هنا في اخر النهار، وانا شخصيا بحب طول الوقت انه اي حد بيبقى عنده موهبه ومؤمن بيها وعايز وسيله يوصل بيها موهبته دي للناس، نكون احنا الوسيله دي، وان احنا نوفر ليهم الفرصه والحكم في النهايه لحضراتكم. بس انا سمعتهم وشفتهم ومتاكد ان هم عجبوا حضراتكم. هم على فكره اكبر من كده بكتير، هم يعني بسم الله ما شاء الله العدد في الليمون 200 وشويه، لكن الاستوديو عشان ما ينفجرش بينا فاحنا قررنا بس ان احنا نختار لحضراتكم مجموعه منهم، وان شاء الله على مدى الفترات اللي جايه هيبقى في مجموعات اخرى من اوركسترا الحياه. خلونا بس الاول نرحب بضيوفنا الكرام، مجموعه من المطربين الشباب ومجموعه من العازفين الشباب. مساء الورد، ازيكم يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين وسنه جديده عليكم. واوركسترا الحياه متهيألي يعني فكره حلوه، وانتوا محتاجين فرصة عشان تعرضوا فيها فنكم وموهبتكم للناس، مش كده؟ طيب ممكن الاول نتعرف كده كل واحد، حضراتكم تعرفوا نفسكم وكمان السادة العازفين عشان انا بحب بس الحق الادبي يبان يعني. اتفضل. احمد حمادة. احمد حمادة، اهلا وسهلا. روبا ابراهيم. روبا ابراهيم. محمد ناصر. اهلا وسهلا. مروان صبري. ايه مروان. اهلا مروان. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وانا ما بحبش ارغي كتير، انا احب دايما ايه نخش في الضرب على طول من غير كلام كتير. فخلونا نسمع للسادة المشاهدين كده حاجة من إبداعاتكم، وسمعونا إيه جريس. خلونا أول نغني حاجة جماعية وبعد كده نبتدي نسمع الأصوات سولو بقى مع بعض.
احسنتم احسنتم. قولوا لي انتوا اول مره اتجمعتوا امتى؟ مش اول مره تتجمعوا ولا ايه؟ لا احنا اتجمعنا قبل كده بس متجمعين يعني الاوركسترا كبيره فكل مجموعه بتتجمع على فترات معينه. اه في يعني في اول تجميع لينا كانت من اسبوع لما عملنا بروفات وبدانا نشتغل. ففي كذا بقى يعني معانا عدد كبير فكل مره بيبقى المجموعه مختلفه، ممكن واحد مننا يبقى في مجموعه المره الثانيه ممكن نفس المجموعه على حسب. طب دي بت... طب نمسك بس المايكات من اننا نعرف بعض يعني. انا وروبا واحمد احنا عارفين بعض وعارف ناس من الموسيقيين طبعا اشتغلنا في حفلات قبل كده تبع الاوركسترا وكده. لا انا سؤالي انه يعني فكره ان انتم مش على طول مع بعض وفكره ان انتم ممكن تبقى في مجموعه وفي مجموعه. طبعا ده بيصعب ولا بيسهل؟ لا بيسهل 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 فرص. ايوه ندي فرص كلنا ندي فرص وبعدين اه يعني دي فعلا فعلا كل الناس بتاخد فرص طبعا علشان ما يبقاش مجموعه محدده هي اللي بتنزل وبس يعني. اه عشان عددنا كبير جدا يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب نبتدي بقى سولوهات. مين هيبدا فيكم؟ نبدا بقى سمعينا ايه؟ ايه بتسال لي على ما بسالش. طب يلا بينا. اوعدك هسال بعد كده بعد ما سمعت الصوت ده هسال بعد كده. طيب هنروح للاصوات الرجاليه ونسمع احمد حماده. بهيه الاستاذ محمد العزب. بهيه طب وليه بتعمل في نفسك كده؟ خد بالك ده امتحان صعب ان شاء الله. يلا شد حيلك. Thank you.
وعيون باهية كل الحكاية عيون باهية باهية وعيون باهية كل الحكاية عيون باهية ويا باهية وخبريني مالهم بيك النايمين يا صبية بالحزن مليانين يا بهية وخبريني مالهم بيك النايمين ده عيونك يا صبية بالحزن مليانين كل مجاريح الهوى بيقولوا هي بهية وكل عشاق الهوى ظالمين بهية بهية كل مجاريح الهوى بيقولوا هي بهية وكل عشاق الهوى ظالمين بهية بهية ظلموا البناية يا عيني وكل الحكاية وكل الحكاية عيون بهية ما حد عدى على مرة هدى وشاف عينيا إلا وقال ظلموا اللي نايم واللي في عينيها ملقاش ما ودى ظلم الصبية وراح ونام بهية أبدا ملقاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملقاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ملقاش عزيز ولا حبيب عيونها تقتل ملقاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية هي ما قالوا اللي فواها يا عيني مالها قالوا عن بهية ويا ما قالوا واللي فواها يا عيني مالها ظلموا المينية يا عيني وكل حكاية وكل الحكاية عيون بهية. يلا بينا رجعنا بعد الفاصل ومستمرين مع حضراتكم مع الليلة الفنية والسهرة الفنية مع أوركسترا الحياة ولسه مستمعين للأصوات وأعتقد دلوقتي صوت نسائي بقى نسمع روبا وعايز أقول لكم في الفاصل روبا عاملة مشاكل ما حصلتش يا ريت بقى الصوت يطلع حلو ولا هنقوم ناكلها هنا لا إن شاء الله يطلع حلو محدش هيقوم ياكلني إن شاء الله إيه الكلام؟ محدش هياكلني طيب ماشي يلا بينا هنغني إيه؟ أنا قلبي دليلي ربنا يستر لا لا هيستر ربنا يستر ايه
في دليلي قال لي هتحبني دايما يحكي لي وما صدق قلبي انا قلبي قلبي دليلي قلبي ده مرايا مرسوم مرسوم فيها طيفو شايفه في خيالي سمعه انا عدي لك المشاكل اللي انت عملتيها. لا والله. طب ليه؟ طيب والله والله جميله يعني باللي هي عملته قبل ما تغني. انا حسيت ان انا حيستر يا رب. لكن الحمد لله الدنيا زي الفل. الدنيا زي الفل الحمد لله. الحمد لله. هو الاحمر هو اللي عامل مشاكل بس هنحل. لا والله زي الفل. تسلمي. واحساس حلو وصوت حلو. في الاول بس كنت لسه خوف يعني الطلعه ليلى مراد. بس الطلعه كانت صعبه لكن في مشاكل مع ليلى مراد. لا لا بس تمام واضح اتصالحته في الاخر الحمد لله. طيب يلا بينا. يلا بينا. ايه عيش بشوقك. الله جميله. يلا بينا. اتفضل. لو من تقل الهم علي لو ليك أي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي ولو الدنيا مغلباك ومشقياك واخداك غسل ومكواك البس لها الوش الفريحي وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنين مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك فين يلا كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها الناس نيه
مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت. ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. هي ديرتا 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 ديرارا ديرالا ديرارا ديراريرتا ديرارا. لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف. وانشف كده واسلوب طولك ما تبينش ان انت ضعيف. ما تاكلش الجبنه البيضة لو كان نفسك في البلوبيف. واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف. احساسك قالك حاجه امشي وراه احساسك صادق. ده السكر لون الملح واحد حلو واحد حادق. راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ. لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. خد يا ابني مني الكلمة دي. اصرف ما في الجيب. اصرف ما في الجيب واشحت بكرة عادي. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املها على ذوقك. وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك. جميل. انت مقتنع بالاغنيه دي؟ لا بالمعاني يعني. بالمعاني يعني بتعمل كده؟ لا. ايوه كده. تعالى معايا دغري. طيب انا خليتك للاخر بقى علشان ايه؟ اسمع زبد. هنسمع ايه؟ نسمع ان شاء الله ياللي عاش حبك يعلم. يا سلام. بتاعت الاستاذ سمير رزق الله. طبعا طبعا. طيب يلا بينا. ياللي علمتنا دايما
نلغي كلمة مستحيل. يا بلدي يا بلدي يا بلدي يا يا بلدي يا مصر. عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، يلي علمتنا دايما نلغي كلمة مستحيل. يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل، يلي علمتنا دايما نلغي كلمة مستحيل. ده احنا من عهدك يا غالية من شباب حر وأصيل، ده احنا من عهدك يا غالية من شباب حر وأصيل. نبني ننتج نعلى نسبة كل خطوة بألف ميل. يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. يلي عودتنا دايما نلغي كلمة مستحيل. يلي فيك الإنسانية والسماحة الربانية، كل واحد من ولادي في مكانه يساوي مية. يلي فيك الإنسانية والسماحة الربانية، كل واحد من ولادي في مكانه يساوي مية. كلنا يا مصر جينا نوفى عهد ودين علينا، كلنا يا مصر جينا نوفى عهد ودين علينا. نبني ننتج نعلى نسبة كل خطوة بألف ميل. يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم، يلي عاش حبك يعلم كل جيل من بعد جيل. يلي عودتنا دايما نلغي كلمة مستحيل. الله الله الله. لا والحس الوطني ايه شغال عادي. طيب عشان آية بقى ما تزعلش مننا عشان كلناها في كوبليه، نسمع هتسمعينا حاجة ولا تسمعي انتي و محضرين ايه؟ محضرين انا وربا حاجه هنغنيها مع بعض. ربا تاني؟ ما بلاش اسمع مني، اسمع مني بلاش بتاعت مشاكل بلاش. طيب يلا هتسمعونا ايه؟ اكتب لك تعهد انا هنا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لا ايوه. طب انا بحذركم تحذير شديد اللهجه. شديد اللهجه. انا وربا دايما بنسمعها في العربيه وبنشغل اغانيها بحبك جدا. لا لا انا بعشقها فيعني انا بحذركم تحذير. فرحانين ايه؟ ما هي مفاجأة لحضرتي فعلا بس يعني طيب. لا ان شاء الله حضرالك حاجة. لا دي انا 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 عملت حلقة كاملة عنها يعني مرة في برنامج انا عملت حلقة كاملة عنها وعن انغام لانها ده بجد فلتة يعني فارجوكم ما تزعلونيش منكم. لا لا ان شاء الله. طيب ماشي يلا. ممكن
اشتري عمري اللي باقي قول كام وش عايز اعيش معاك عشان لو عشت كل جراح حرام ممكن تسيبني هشتري عمري اللي باقي يقول بكام مش عايز اعيش معاك عشان لو عشت كل جراح حرام ولو انت خايف لما تسيبني اقابل بعد حد يسوني وانت لو ما بقتش بتصدق كلام ممكن اكتب لك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري بس عايشه باحترام انا عايزه نفسي حتى لو كل اللي باقي منها صوت انا لو هكمل حياتي من غير ما يجي الموت اموت ما بقاش في قلب مكان للي ولا حد تاني خلاص مفيش ما بقتش عايز حاجات كتير كل اللي انا عايزاه ولو انت خايف اما تسيبني أقابل بعد حد يصون وانت لو ما بقتش بتصدق كلام أنا ممكن أكتب لك تعهد مني إني هعيش لوحدي باقي عمري بس عايشو باحترام تاني طبعا احنا بنعشقها روحوا منكم لله حلوة قوي بجد حلوه قوي الاغنيه حلوه قوي وانتوا غنيتوها حلوه قوي وهي حاجه صعبه قوي بجد يعني اي حد عنده ذره احساس لازم الاغنيه تلمسه وتوجعه لانها معموله بصدق ومش عارف اعملوها ازاي بجد يعني مش عارف اعملوها ازاي فعلا لا وانتوا برافو عليكم يعني اغنيه صعبه جدا وصعب ان انتوا تغنوها اتنين مع بعض يعني هي لوحدها عشان الاغاني تملكها لوحدها صعوبه فعشان انتوا كمان تعملوا دويتو فيها بجد تستحقوا التحيه ميرسي ميرسي حضرتك طيب طلعونا من المود ده بسرعه بقى بدل ما نقعد نعيط كلنا نرجع برضه لينا احنا اغنيه يونس يونس وبلاد الشو طبعا حماده ومروان حلو تمام ماشي ده رجالي بس طيب يلا بينا
الله الله، احسنتم احسنتم، وحاجه ممتعه. عندنا حاجه بقى جماعيه نختم بيها ولا انا كده مزنوق؟ ان شاء الله نقول بلادي بلادي يعني زي ما انتم عايزين. حيوا جمهوركم، حيوا جمهوركم. يلا كل سنه وانتم طيبين، نورتوني.